يشرح لكم معرفة الطائرة كيف تستعمل صدرة الإنقاذ والموجودة تحت مقاعدكم. لا تنفخوا هذه الصدرة إلى خارج الطائرة، وهذا باستحمال الطرفين أو بالنفخ على هذه الأنبوبات. هذه الطائرة ملوثة بضغط هوائي. عند تفضلوا تفقد أخناس الأكسجين أمامكم. في هذه الحالة يجب على القناع تثبيت على الأنف والفم بواسطة المطار فتنفسوا عاديا. لهذه الطائرة جميع المخارج معينة بوضوح. منك أربعة أبواب، باب في الأمام، باب في الخلف، أربع مخارج النجدة على مستوى الأجنحة. كما يوجد في جيب المقعد المقابل لكم ملخص الشهادة الأمنية. نطلب منكم الاطلاع عليها جيدا. نشكركم حسن انتباهكم. تقيم الطائرة، أتمنىكم رحلة ممتعة. Mesdames, Messieurs, voici comment attacher, ajuster, détacher votre ceinture de sécurité. Le personnel de bord vous montre l'utilisation du gilet de sauvetage qui se trouve sous votre siège. Ce gilet ne se voit qu'à l'extérieur de l'appareil, se l'entirant sur ses deux coordonnées ou l'aide de ses deux ambopicots. Cet avion est pressurisé en cas de baisse brutale de...
الدبابة الثانية مساء حسب التوقيت المحلي، وقفت من الطائرة على أرضية مطار تلمسان مثال الحاج، أين بلغت درجة الحرارة الخارجية 15 درجة مئوية. حضرة تداوى سيدتي لأمنكم مع سلامتكم، نطلب منكم أن تبقوا جالسين حسب مربوطة، وهذا حتى توقف التنمي للطائرة وإطفاء أولى دائمة الأمن. قبل مغادرتكم لنا تحققوا من عدم نسيان أي شيء مما يخصكم على متنها. قائد الطائرة سيد رابلسي وطاقمه يتمنون وقد استمتعتم بالرحلة ويشكركم. إلى اللقاء. Il est 14h heure locale et nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Tlemcen Mesali El Hadj, où la température extérieure avoisine les 15 degrés Celsius. Mesdames, Messieurs, pour votre sécurité, nous vous demandons de rester assis, ceinture attachée, et ce jusqu'à l'arrêt total de l'appareil, l'extinction de la première consigne lumineuse. Avant de nous quitter, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. Le commandant de bord, M. Trabelsi, et son équipage, n'est pas satisfait de ce vol et vous remercie. Au revoir.